السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ كل الحمد عام وانت بخير يا رب. الحمد لله، وانت طيبة يا أختي. ربنا يبارك فيك وفي صحتك وفي أهلك يا رب. وياك ولك بمثل، والسامعين والسامعات. بقول لحضرتك، واحنا في اسكندرية ساعة عندنا جدا، يعني ممكن نتوضى مرة واحدة ولا ما ينفعش؟ يعني ايدينا مرة واحدة، وشنا، كل حاجة مرة واحدة. أيوة يجوز. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، يعني غسل الوجه مرة، واليدين إلى المرفقين مرة، ومسح الرأس مرة، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة. نعم. بفضل الله كل ما نخش الحمام نتوضى، عشان نبقى يعني نبقى من عباد ربنا المتطهرين التوابين، فبقى بنتوضى مرة واحدة، يعني الحمد لله ينفع. ينفع، واستغفر الله كثير. جزاك حتى الله عنا خير الجزاء. وإياكم، مع السلامة.